نعم لصالح عبد القادر الغزالي صفر حكم المباراة والمنتخب الجزائري. الشيء الرائع اليوم هو حكم المباراة فعلا لحد الآن. أنت رائع يا سيدي الحكم على إيدي ماي الحكم السيشيلي، واحد من أحسن الحكام في أفريقيا. كرة في الوسط من حسن يبدأ يوصلها مباشرة لمجلي، ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك، هيلة من كريم زياني صعبة، هيلة ممتازة.